بسم الله الرحمن الرحيم. ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. الصوم اللي دبع ما قدي سمعك او فطري قادو اللي افطرين سمعك ما قدي معناه الصوم مكننو يبليك يبريني قادو السي قبا كلمه مكننو يبليك اي الزكاة يفطريني هي انا. اختلف في ذلك على ثلاثه مذاهب سيدي حق ان لا كرنت علماء مرحلوي. الاول ان كايتم مريمي ان المعتبر فدينتما شهاده اثنين عند الصوم والافطار. صوم يبدع وقتك يفطر وقتك انا من تبلن فدينتا نمنو السنو بله قبكلها او السنو بله بلا هي انا فدينتا. وهو قول مالك والليث والاوزاعي والثور والشافعي في احد القولي، وهو روايه غير مشهوره عن احمد. واستدلوا بما اخرجه احمد عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب انه خطب في اليوم الذي يشك فيه. معناها اقول ايرو صوم بيرسوم صوم هنا يعني هاك اقول يعني هنا يرو وتبيحيه. فقال ايمي الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انو يلي فرموت اصحاب لي دفيه وسالتهم كن السر وانهم اسنوا يحدثون يولسين يوحيني داغسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي قال ايه صوموا لرؤيته السا مبلال صوماي وافطروا لرؤيته السا كاد مبلال افطراهي وانسكوا لها. معناها ابدا عباده ابدا يمسيه كك مبلل باي كادو كك اوعيا مبلل باهي انا ها كينك داغيتي. فان قم عليكم سينك علتكي فكملوا 30 رمضان باهو صدما يردودسا عمتك كي او رمضان صدما يردودسا اخرتك كي سينك علتكي يا فان شهد شاهدان تنه تو تنه لن كادو السي بلي هاد حكنا من مسلم نم مسلم تسمعتك او السي قبك لا هاد حكنا من اسلام تسمعتك فصوموا عمتك صوماي اخرتك اللي سمعتها وافطروا افطراهي. واسناده ضعيف حديثي اسناد ضعيف يعني محاهاي لان فيه حجاج من ارطى الديني وهو ضعيف ومدلس كادو مدلس كان. وقد سقط حجاج من ارطى من سند النسائي ماناي وهو وهم من سعيد بن شبيب كما ذكر ذلك الحافظ المزي في تحفة الاشراف وكذلك ابن عبد الهادي في التنقيح. ولكن للحديث شاهد يحسن به فقد اخرج ابو داود احاديثي ضعيف كنهم سمع كاهي كحديثي يوسف حسن فنه الدقر ينيه. ودار قطني من حديث امير مكه الحارث بن حاطب رضي الله عنه انه قال ايمي عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي نل معناها نيدق نسيه ني كاك راعي ان ننسك للرؤيا السا عبادتا مبلغ حلم عبادتك مبلغ نوعي نيدق نسيه نلهي. فإن لم نره أبلوينك وشهد شاهدا عدل نمن سمعت عدالة نمن تككي إسلام تكن فرنت نسكنا بشهادته مكن سمع على عبادت كلها أو كن سمع على لا سوم كون أفطره. وأقره ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر ما حديثي كيله وإسناده حسن. نم هيتم مريم الثاني أن المعتبر معتبرك تني فردين تما عند الصيام سم يبدعو وعدي فردين تما سمعك شهادة واحد إنك إسلام تسمع دعها. وعند الإفطار رمضان قبكلت لي شهادة اثنين من سمع فديما. وهو قول أحمد والشافعي في أحد قوليه ابن المبارك. واستدلوا بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول ورأيت هذا الحديث كاد أمر دليله ليه قالوا إيني. وأما عند الصوم صمت الدر إن كنوا مكاه النمية فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال. عبد الله بن عمر بهذا قلوا سينما ألس قرسين هي بلينين فريم معنا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتا أها ورسيها أني رأيته أنا لصوب له هي أنا ما نرحي سهد اللي هو قتمر السجين. فصام وأمر بصيام النبي إيسي سومي كاد مسلمين كي سومي يهي بمعنى إن كنوا من سمع على يكيه أنا هاي. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز شهادة رجل في الهلال يوكي كاك ابن عمر اكتمي تمي تما حديثي قدك إن كنوا من سمع ما بلالا يكي له كما في تهذيب الآثار مسند ابن عباس. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا برنمو شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرموتي قليل سماعته محاهاي محالاي أنه رأى الهلال ألسى يبليه ألسى يبليه هذا سماعته. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بعد أن أكد من إسلامه بعد أن تأكد من إسلامه كاكي يمي أتو يلي هن كتين سماعتا سماعتا هنوم ياي أتو يلي هن بيكيني تو كاكي لكن سهدا قال لسوكتي يانا باهر توكلي سوك أبي مبللا سنان سونتهي. قالوا إياني وهذا إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي أها عبادة يلي عبادة بنزن تحك الدنيا سنك إني مثبتها. فقبل فيها قول واحد كنمي مرحو ألو أقول انتهي
الثالث ذو حيتم مريمي أنه يكفي شهادة رجل عند الصوم عند الإفطار أبر بر سيدتنا ملي مبلا إن كنوا مه مبلا مسلمين إن كنوا مه مبلا سومانا إن كنوا مه مبلا يفطرينه هي ينسد حيتم مري. وهو قول أبي ثور بن حزم الشوكاني واستدل بحديث ابن عمر وابن عباس المذكورين قريبا وقاسوا عليه شهادة الفطر وفطر الشهادة طبق الهنطوق عكسين. وقال بهذا القول الصنعاني أيضا إيه ورجح القول الأول إنك هيتم مرحو ثم يمكن شهادة اثنين ثم وقدره ثم عمسية فترتك نمون من شمع فردي ما هي يعني مرحو يرجحه يا معناها يسيسيني كل سبع سيسين لدلالة الأحاديث التي استدل بها نعم بهتن حديثي دليل تقرأ قوة تقرأ ولأنه هلال من الأهلة ألستك ألساي فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة كل ألسي نمون من شمعك فرنها دونها بلال أو قبكالتلي نمون من شمع فردي ماها ولأنه إيجاب حق على الناس سهد لا حق واجب بان مثبتها فلم يجب إلا بشاهدين كسائر حق كل حق اللي أكهدب عنها نمن مهما بلقتلهن لا مبلاي مقبك لا ولأن رواية الواحد معرضة للغلط كاد يمكن مهداقي غلط التردم بحتاه معنا يكلم بحتاه كاد حلتم بحتاه ولا سيما إن كان بين الناس والسماء مصحية وسوق سهدها الدليني عران كيس نمفنا التؤن ويتيه أنبلي أجدك مما تقدك يكي وأن لا كياب المسلمان أهي وربما يتهم في ذلك وهو لنكنا درابه كاد ريمانا بحتها فلا بد من إزالة الشبهة بين اثنين تو سبتانا من انتمعته أكلوا لكي أقابلوا وكك تقدر نعم وقد أجيب عن أدلة القول الثاني لما هيتم مرحي مرليه عن دليل القحسيني بأن حديث ابن عباس ابن عباس حديثه تقحتكي الراجح فول الأقرع تما أنه من مراسيل عكرمة عكرمة مراسيله متصلك ما نكقباهن ننكي كما جزم بذلك النسائي والترمذي وابن وابو داود قروع لكهباهننا مراسيلي يعني ملقبك كليننا وأما حديث ابن عمر ابن عمر حديثه تقحتكي فليس فيه قيد المتن محا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي أمر بالصيام صوم الأمر سيه يعني ما متن لشهادة ابن عمر وحده وابن عمر ما بلال دبك سومي سيه يعني ما متنا محا هاي لأنه بل يحتمل كهك النمي تكيم بحتى أنه قد شهد غيره عند النبي صلى الله عليه وسلم وسوق سمعتي غير مركاد سمعتين بحتها يلي فرمتي غير لي دوب كايسو كايما بلال سوميني او سنان سومي سي يعني ما متنا اما قولهم وانهن ماي انه اخبار بعباده لا يتعلق بها حق ادميين كني من سبته ان كن من سمع الدعه يعني مرحو تقحتكي فلا يسلم هذا امرحو اقول ان لو قول لم هن هي ما هاي فانه يتعلق بهذا الهلال سائر حقوق الادميين ال سي بلتا وما مرح حكيتي بنازم حكيتين كيدتني من الاجال وكده آجال التتككي والإيجارات إيجارات التتككي والطلاق حبتتككي والعتاق حرسيتك أين كيه دتني من سبتها بنظام حقوقه ألسط بلاد تنيه موعد تنيه من سبتها واني مقراه واني الدميانا وقد أجيب عن أدلة القول الأول نهر سمره مرحو ليه عن دليل التلقى حسينمي بأن أدلتهم كن دليل التي لا تدل على ما استدلوا به إلا بطريق المفهوم واللي باهينه إن لا منطوقه متنى الدمية بتاع مفهوم أكاك يفهمينه يفهمينه إن دليل هاي ستة مراكي والناي وحديث ابن عمر ابن عمر حديثي تقحتكي منطوق الديابة محايا فيقدم عليه تو سبته نسي كني مسبتها غيريا بك يأكمه قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أو الحكمية حركة له مارقة منها ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارض هذين الخبرين توي سبتها ولا يقوى يعني ما قوة مباها ما يتوهم يكلينهن من عموم المفهوم مفهوم عموم بيانهن يعني على معارض هذين الخبرين أنا ما أراغو أنا ما أراغو يميتين هي يعرض مدودة حديث ابن عمر تكيك وابن عباس تكيك يعرض مدودة اللي يتتبود سنة مدودة انت يا أنا ما من حديثي يكمي مفهومكم منطق يكميه قال قال إيمي وأصول الشرع شرع الرميدة تشهد الاكتفاء بقول الواحد إن كنوا من السمعاء أهيانا ما تسحسي فإن ذلك أكاك إنمي خبر عن دخول وقت الصيام صم بله يعني وقتك إنمي سبتا فاكتفي فيه الشاهد الواحد إن كنوا من السمعاء كهدعها كالإخبار عن دخول وقت الصلاة مثلا صلاة وقت يميته يعني من كنوا أنتم من لاي بالأذان أذان بوعد إن كنت مسلمين مبطيا توه سبتها صم بله يعني كي أذان الصلاة وقت يكي يمكن وذان بما بعد سملي يمكن مس وقت الصلاة يكيم تارجيني كي صم بله تون ليدي كه ولا فرق توه سبتها نمن سمع أهم فردين تاس صم تك صم بله تاهي وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يمي المفهوم
عارضه نسو مفهوم ومر دليله له هي نسيكا يعرض نسيكا سدي نسيكا سدي كدري مفهوم غدا والمنطوق مقدم على المفهوم منطوق يب نسي مقدم على المفهوم كيف منين فهمي درت رعتام منطوق افت جحتاما فان المفهوم يفهمينه من احسن احواله ك برز معناه انك يسكر عهنا قال ان يكون كالعام عام من العام يركع مع الخاص خاص له عام من عام كي خاص تو انا يعني مخغله انك انك يعني مدح تام توعدي تو حد الكار عسنا وكالقياس مع النص قياس كي نص التليمتكي يقدم النص دائما تو تن حسابه وهذا يترك من غير نسخ تهما نسخ سنين تانا للعامي كحبانا والنص نسي تقحتكي لا يترك إلا بنسخ كاتي مسحم أنك هنكنا كام حبانا نسكي مكرن أم أنا سي مسحمه هي أنا ما تويتك أنا سي مسحم أهي أنا ما تويتك تو قد كايا والراجح والله أعلم يلي يكدي أي سميا أي سكرة عتما هو القول الثاني نمي هيتم مرحو نمي هيتم مرحو أي سكرة عتاهي أما يتم مرحوم مريم حيه سوم قبلة كنو سمع فردين تماي فتروا عدنا منو سمع فردين ماهي.